أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء حفظا وأحاط بكل شيء سلطانا ووسعت كل شيء رحمته. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك. اللهم لك الحمد كله وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله أوله وآخره. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. يقول المولى عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها. نزلت هذه الآيات الكريمة تحديا لمنكر البعث بعد الموت من كفار قريش، عندما تحدوا الرسول وقالوا أن ليس هناك بعث بعد مماتنا، إنما هي حياة ونموت ونفنى. ولكن عندما نزلت هذه الآيات الكريمة تحدتهم بصيغة سؤال: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ ليبين لهم الله عز وجل قدرته التي غابت عنهم بعد إنكارهم البعث. فالإجابة عن السؤال: السماء أشد خلقا. فإذا كنتم تقرون بذلك، وهو إقرار منهم بأن الله عز وجل خلق السماوات أشد، خلقه للسماوات أشد من خلقه لهم، لذلك هو إقرار ضمني بقدرة العظمة الإلهية، فلا يمكن إنكار القدرة الإلهية. فالله يبين لهم كيف خلق السماوات والأرض وهم لم يروا هذا الخلق ولم يتصوروه قبل أن يقول لهم الله تعالى ويشرح لهم في هذه الآيات طبيعة الخلق وطبيعة خلق الكون وخلق السماوات والأرض. وهو بذلك وبطبيعة الحال تبيان وتحد لهم بأن هناك بعث وعقاب وثواب بعد الموت. فإن كان هو من خلقهم إذن هو من يحييهم، إذن هو من سيعاقبهم ويثيبهم في حياتهم. الآيات الكريمة تتحدث عن أحد أطوار خلق الكون من خلال السماوات بناها، أي رفعها فوق رؤوسهم كبناء مشيد، ورفع سمكها أي أعلى سقفها فسواها، أي خلقها خلقا مستويا لا تجد فيه فطورا ولا تفاوتا ولا تشققا، في نظام متماسك متكامل. وأغطش ليلها أي جعله مظلما حالكا في الظلمة، ثم بعد ذلك يقول وأخرج ضحاها أي فطق لها نورا ضواء، عبر عنه بالضحى من خلال النجوم والكواكب كالشمس والقمر.
والأرض بعد ذلك دحاها. هنا ندخل في مرحلة أخرى مهمة وهي دحو الأرض. ما هي دحو الأرض؟ ما هي المهية من دحو الأرض؟ دحو لغويا هو البسط والمد، وهناك من ذهب إلى أن الدحو هو تسوية الأرض، ويقال دحو الإبل هو تسوية مكان مبارك الإبل، والداحية هو رأس القوم ورئيس الجند الذي ينظمهم ويهيئهم للقتال. إن الله تعالى بسط الأرض ومدها وهيأها بأسباب الحياة للبشرية، وذلك يستلزم في علم الكونيات وجود حقول مغناطيسية من داخل الأرض ترتبط بحقول مغناطيسية أيضا خارج الأرض، ولا بد من وجود ماء على سطح الأرض. نلاحظ أن كل هذه المدلولات المعنية ومعاني هذه التفسيرات لعملية الدحو كلها مشتركة في مفهوم واحد، وهو التسوية، البسط، والتهيئة، والتوسع. ولو تتبعنا سياق الآيات الشريفة نجد أن الله لا يتحدث عن الخلق الأول للكرة الأرضية، بل بعد التكوين الأول، بعد رفع السماء، وفي ذلك برفع السماء وانبساط الأرض، وفي ذلك معان ونظريات متعددة تحتاج إلى مباحث كثيرة لعرضها. ما يهمنا هو يوم دحو الأرض، والذي عرفه لنا أهل البيت بيوم 25 من ذي القعدة. يدل هذا على أن المنظومة، هذا اليوم تحديدا يدل ذلك على أن المنظومة الشمسية قبل دحو الأرض قد تكونت، وأن الأرض كانت قد اتخذت مسارا معينا حول الشمس، وأن القمر أيضا اتخذ مداره حول الأرض، وأن عدة الشهور والأيام قد أصبحت واضحة على مستوى المكان والزمان، وإلا لما أكدت روايات أهل البيت هذا اليوم المحدد لدحو الأرض بعد خلقها بألفي عام. وهناك من الروايات بأن دحو الأرض بعد خلق الأرض بألفي عام، ويقصد بالأرض هنا التكوين من غازات، من حمم بركانية، من دوران حول نفسها لكي تبدأ الجاذبية الداخلية لها قبل دحو الأرض بألفي عام. كانت الأرض في هذه الفترة مضطربة اضطرابا شديدا، أمواج مستفحلة. ترى هذه الأمواج إما أمواج ماء أو أمواج من الحمم أو الغازات، ومن شدة دورانها وغليانها ترغو زبدا، ثم خضعت بعد هذا الاضطراب الشديد لقوة جاذبية داخلية أخبدت هذه الأمواج وجعلتها ساكنة، وترافق ذلك مع برودة سطحها وتيبسه. هنا نقطة نلحظ أن يكون الدحو من تحت الكعبة المشرفة، ذلك مع برودة السطح وتيبسه وبداية تكوين مركز للأرض وهو مكان الكعبة المشرفة. نقطة المركز هذه يجب أن تكون النقطة صفر لكل الأرض، شمالا، جنوبا، شرقا، غربا، جغرافيا، زمنيا، لابد أن تكون المنطلق ونقطة صفر لأي إحداثيات حولها. وبذلك لا يجب أن يكون خط غرينتش هو بداية نقطة الصفر لخطوط الطول أو خطوط العرض، لا، بل أن نقطة تيبس الأرض يجب أن تكون نقطة الصفر.
لذلك قال الله تعالى أن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركة. وللعودة إلى معنى البيت هنا ليس باعتبار السكن أو الدار، بل باعتبار ديمومية واستقرار المكان. فكل الأبحاث الجيولوجية الكونية الحديثة أثبتت أن مركز الأرض هو مكة المكرمة، وأن أدق فارق زمني ومكاني بين مركز الأرض مكة وأي نقطة على سطح الأرض مع حركة الشمس والقمر ليلا ونهارا صيفا وشتاء يمكن قياسه بدقة بالغة إذا اعتبرنا أن مكة نقطة الصفر في القياس. وبذلك بدأ التوسع والبسط إلى منى ثم إلى عرفات. روي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله أن الله دحى الأرض من تحت الكعبة إلى منى، ثم دحاها من منى إلى عرفات، فالأرض من عرفات وعرفات من منى ومنى من الكعبة. ويقول الإمام الرضا عليه السلام إن الغرض والعلة من وضع البيت الحرام في وسط الأرض هو أن يكون هو الغرض لكل أهل المشرق والمغرب في ذلك سواء. قد يقول قائل أن العملية الأولى لتيبس الأرض يجب أن تكون من أعلى مكان في الأرض، فكيف تقولون أن مركز الأرض هو الكعبة؟ ولكن للإجابة على هذا السؤال يجب أن نرجع إلى سياق الآيات الشريفة وترتيبها. في عملية دحو الأرض لم تكن الجبال موجودة، فهي في المرحلة التالية، حيث قال الله تعالى والجبال أرساها، أي بعد بسط الأرض واستقرار الجاذبية الأرضية في وسط الأرض تشكلت الجبال لتكون رواسي وموازين لكتلة الأرض بعد استقرار الماء واليابسة، ولتتجانس الجاذبية الأرضية مع تجانس جاذبية القمر والشمس وتستقر الأرض في مكانها. إن دقة سرد الآيات القرآنية وسلاسة عرضها تقود كل منصف وذي عقل إلى الاستفادة من هذا العلم الرباني واعتباره قاعدة الانطلاق لكل متخصص، وليس كل ما يقول الآخرون هو القاعدة. فالآخرون يوجدون نظريات من أفكارهم، ولكن تركوا في هذه القضية بالذات كلمات الخالق، خالق هذا الكون ومدبره، هو من يطلعهم على نظريات تكوين الكون والأرض. علينا أن يكون الفهم والعلم القرآني هو الأساس والمنطلق لكل فكر وبحث، ولا ننتظر إلى أن يوجد لنا نظريات وعندما يتيقن من صحتها نقول هذا موجود عندنا في القرآن. هذا في حد ذاته جريمة في حق القرآن من أهل القرآن. ننتظر الغير للبحث والتدقيق لنظرياتهم ونحن في سبات إلى أن يتم إثبات صحة هذه النظريات، ثم نقحم أنفسنا ونقول يوجد عندنا ذلك. أليس من العار أن يكون ذلك موجود لدينا من 1400 سنة ولم ننظره للعالم ولم نثبته نحن لهم؟ ألا يجب أن نكون نحن السباقون
لهذه العلوم من خلال فهمنا ودرسنا لمعاني ومفاهيم القرآن؟ المسألة تحتاج إلى تمعن وفهم للقرآن الكريم وعمل صادق ونية خالصة حتى يمن الله علينا بنفحة من العلم والمعرفة كي نكون خير أمة أخرجت للناس. نلاحظ في التاريخ الإسلامي السابق عندما كانت الحضارة الإسلامية متوهجة وهي حضارة علم وسط في فترة الظلمة في القرون الوسطى للدول الأوروبية والغرب، نلاحظ أن الباحث المسلم المجتهد والمتمسك بالقرآن والمتمعن في فهمه ومعانيه يمن الله عليه بصوابية في تفكيره ويهب له ومضة علمية من علم الله تعالى، وقد يعتبر الآخرين أن هذا التقدم هو شيء خارق، ولكنهم هؤلاء الباحثين المسلمين الذي سطروا أسس العلوم الحديثة كان ارتباطهم بالقرآن وارتباطهم بمعاني القرآن قوي إلى أن من الله عليهم بالعلم الإلهي. ولكن نحن الآن بعدما بعدنا عن هذا المنهج وكان همنا الأول والآخر تكفير بعضنا البعض ومعاداة بعضنا البعض أن نلزم للآخر نقاط صغيرة ونتباحث في أمور بعيدة كل البعد عن التقدم والمعرفة، وننساق خلف من حرفوا الكلمة عن موضعه، بعيدنا عن المنهج الإلهي الذي هو نور للبشرية جمعاء، عن الفكر، طريقة الفكر، فلسفة الإيمان، بأن نكون منارة لبقية البشر علما ودينا وأخلاقا. أصبحنا الآن بعد هذا البعد عن المنهج السليم في آخر مواقع التقدم البشري، وأصبحنا في آخر سلم الحضارة البشرية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى أئمة المسلمين من آل محمد سفن النجاة ومصابيح الدجى والعروة الوثقى، بهم نقتدي. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعاء قاضي الحاجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله: وأنزل الله الرحمة لخمسة ليال بقين من ذي القعدة، فمن صام ذلك اليوم كان له كصيام 70 سنة. وقال الإمام الرضا عليه السلام: يوم 25 يوم من ذي القعدة يوم نشرت فيه الرحمة ونصبت فيه الكعبة وهبط فيه آدم عليه السلام.
وعن الحسن بن البشاء عن الرضا عليه السلام ليلة 25 من ذي القعدة ولد فيها إبراهيم عليه السلام، وولد فيها عيسى ابن مريم عليه السلام، وفيه دحيت الأرض من تحت الكعبة، فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام 60 شهرا. في عرض هذه الأحاديث لدينا سؤالان. السؤال الأول: لماذا تبجيل هذا اليوم من دحو الأرض؟ ولماذا تخصيص فيه أعمال يستحب الاتيان بها كالصوم والدعاء وخلافه؟ للإجابة على هذا السؤال، كما أوضحنا أن دحو الأرض هو تسويتها وتهيئتها للعيش واستعدادها لاستقبال المخلوق المكرم من الله عز وجل على سطح الأرض، وهو الإنسان، بداية بآدم عليه السلام. إذن الاحتفاء بنزول الإنسان أو البشرية على الأرض، ولكن لنا وقفة. ليس الاحتفاء بكل البشر، فمن البشر شياطين الإنس، ومن البشر من يكفر بالله، ومن البشر من يجعل لله شريكا. ولكن المقصود بالاحتفاء بهم على الأرض آدم وذريته من الأرواح الطاهرة النورانية والكاملة من ذريته وخلفاء الله في الأرض والحجج على عباده من الرسل والأنبياء والأئمة من بعدهم، سبل النجاة للبشرية جمعاء. وهنا يكون معنى للاحتفاء بنزول البشرية على الأرض في ذلك اليوم، وهو يوم دحو الأرض. السؤال الثاني: هل من الصدفة أن يكون يوم دحو الأرض هو يوم نزول آدم عليه السلام، ويوم ميلاد إبراهيم عليه السلام، ويوم ميلاد عيسى عليه السلام؟ لو وجدنا هذه الشخصيات الثلاثة، نجد أن آدم عليه السلام هو أبو البشر جميعا، وهو أول مخلوق كرمه الله عز وجل على جميع خلقه، بل وأمر الملائكة للسجود له. وإبراهيم عليه السلام هو أول إمام في زمانه جعله الله للبشر، ووجب على كل البشر في زمانه طاعته، كما قال الله تعالى: إني جاعلك للناس إماما. وعيسى عليه السلام هو دعوة إبراهيم، وهو الخلق المميز على مستوى البشرية كلها، بأن خلقه الله بدون أب، ذلك استكمالا لعظمة خلق الله عز وجل. فهناك ثلاثية هامة يجب أن نلحظها: خلق آدم من تراب بلا أب ولا أم، وخلق حواء بلا أم، وخلق عيسى عليه السلام بلا أب، فهو كلمة الله لمريم عليه السلام. أخواني الأعزاء، كنت أتحدث مع بعض الأخوة وقد أنكروا يوم 25 دحو الأرض، ولم توجد في ثقافتنا، في بعض ثقافتنا الإسلامية ذلك، وكيف حددتم هذا اليوم ولماذا، ولو هذه الروايات غير متواجدة لدينا وغير موجودة. في هذا النقاش قلت لهم: يجب أن نسلم ببعض المسلمات. أدحو الأرض له يوم؟
له ميعاد، له زمن محدد؟ قال نعم. ممتاز، إذا هناك يوم محدد لدحر الأرض. أنا أعلم يوم أن نزل آدم على الأرض ما هو هذا اليوم؟ قال لا. ممتاز، أنا أعلم يوم ميلاد إبراهيم عليه السلام؟ قال لا، لا نعلم. ألم يختلف أصحاب نبي الله عيسى أو المسيحيين على يوم ميلاد عيسى؟ قال نعم. إذن هناك يوم محدد لميلاد عيسى عليه السلام؟ قال نعم. قلت له ألا يكفي أهل البيت مكانة وعلما أن يهيئوا لنا على مدار حياتنا يوما محدد لنشكر الله فيه على خلقه للأرض، لنشكر الله فيه على يوم نزول آدم إلى الأرض، لنشكر الله فيه على يوم ميلاد إبراهيم ويوم ميلاد عيسى؟ كمسلمين نحن لا نحتفل بهذه الأيام لدى المسيحيين، ولكن كمسلمين عيسى نبينا أيضا ورسول يجب أن نؤمن به. إذن ألا يكفي لأهل البيت أنهم بيّنوا لنا يوما محدد وإن اختلفت هذه الأيام، فرضية صفر وأن اختلفت هذه الأيام، ولكن هيأوا لنا يوما لنجمع فيه كل هذه الفضائل وكل هذه النعم من الله عز وجل ونحمد الله ونشكره بالصيام والدعاء على هذه النعم؟ ألا يكفي ذلك أن يكون هؤلاء الناس منارة علم رباني ونشكرهم على هذا؟ طوبى لمن التزم بمنهج وخط أهل البيت عليهم السلام. اللهم داحي الكعبة وفارق الحبة وكاشف كل كربة، أسألك في هذا اليوم المبارك من أيامك التي عظمتها وجعلتها عند المؤمنين وديعة وإليك زريعة وبرحمتك الواسعة أن تصلي على محمد عبدك وحبيبك المنتجب وعلى آل بيته الأطهار، واعطنا في يومنا هذا من عطائك المخزون يا خير مدعو وأكرم مرجو. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله.